مديحة سالم. مديحة سالم تلك الفتاة الشقية المرحة اللذيذة التي تحمل من الملامح الطيبة ما يجعلك تعشقها من أول وهلة. كل ذلك يتلخص في ملامحها، ولكن إذا تطرقنا إلى موهبتها فحدث ولا حرج، فهي تمتلك من الموهبة إلى حد الإقناع. شخصيتها الطفولية المحببة جعلت كل أدوارها التي قامت بها ناجحة، وبرغم ذلك لم تحصل على دور البطولة إلا قليلا، ولكنها حصلت على ما هو أكثر من ذلك، حصلت على قلوب الجميع من صناع الأعمال الفنية إلى النقاد وأيضا الجمهور. أعزائي المشاهدين، اليوم من خلال التقرير التالي سنتحدث عن الفنانة مديحة سالم وعن أول خطواتها الفنية وكذلك النجاحات التي حققتها، وسنتطرق إلى وصيتها التي تركتها قبل رحيلها، لذا تابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولدت فاطمة ليثي محمد، وهو اسمها الحقيقي، في 2 أكتوبر عام 1944 بالقاهرة، لعائلة كان يتصف رب أسرتها بالقسوة، وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل. حصلت على شهادة الثانوية العامة من كلية البنات بالزمالك، لكنها انقطعت عن التعليم مع وفاة والدها لتبدأ مسيرتها الفنية وهي في 17 من عمرها دون دراسة للتمثيل، معتمدة على ما اكتسبته بالمسرح المدرسي، الأمر الذي جعل فوزها بأحد الأدوار أمرا صعبا. ولكن أثناء تواجدها في أحد الاستوديوهات شاهدها المخرج محمود ذو الفقار الذي آمن بموهبتها ورشحها لدور في فيلم المراهق الكبير عام 1961 مع هند ريستوم وعماد حمدي ليكون أولى خطواتها في عالم التمثيل، ولعبت ملامحها البريئة وطابعها الرومانسي الحالم دورا في استمرارها. ولكن طبيعة شخصيتها وعمرها في هذا الوقت جعل المخرجين يحصرونها في أدوار الفتاة الحالمة الرومانسية المراهقة التي تسعى إلى إيجاد شريك حياتها والارتباط به مدى الحياة، لكنها في النهاية لم تستجب لرغبة كثير من المخرجين، حيث تمردت على تلك الأدوار وقدمت أدوارا كوميدية بمساحات أكبر، كما قامت بأداء الشخصية الجادة، وأيضا من الأعمال السينمائية التي قدمتها العريس يصل غدا، الناس والنيل، ملكة الليل، المغامرة الكبرى، مذكرات تلميذة، آه من حواء، لصوص ولكن ظرفاء، وهو الدور الذي أدته وكانت حامل في ابنتها بوسي، لذلك كانت طوال الفيلم ترتدي فساتينا واسعة. وقدمت أيضا أم العروسة وهو الدور الأقرب إلى قلبها. مهدت السينما الطريق أمام مديحة سالم فبرعت تلفزيونيا، وبخاصة مع الفنان محمود المليجي في القط الأسود وهارب من الأيام مع كمال ياسين، إلا دمعة الحزن مع نادية لطفي، داليا المصرية، الرجل والحصان أمام محمود مرسي. الطفلة الكبيرة التي اشتهرت بمسلسل داليا المصرية الإذاعي، واعتزلت العمل في الثمانينيات وبالتحديد في عام 1982 بسبب فساد المناخ الفني على حد قولها، ولكن ترددت أقاويل أخرى تشير أنها اختارت أن تكمل مسيرتها كزوجة مع رفيق حياتها. بعد اعتزالها الفن لسنوات طويلة عادت بالحجاب في عدد محدود من الأدوار الدينية، آخرها القضاء في الإسلام عام 2001 مع زهرة العلا وأشرف عبد الغفور وسميرة عبد العزيز ومديحة حمدي، ثم اختفت تماما مرة أخرى. كما كان لصاحبة أجمل غمازتين في السينما صوت مميز لم يتغير، لدرجة أنها رغم حجابها كان الناس في الشارع يعرفونها من صوتها. ومن المواقف الصعبة في حياتها وربما الأصعب، كان لها أخت أصغر منها تسمى فكرية لم تكن تخطط 5 من عمرها، وفي يوم وقعت على الأرض
وفقدت وعيها، وعندما نقلوها إلى السرير ماتت بعد لحظات وأمام أعينها. وعندها اندهشت مديحة من هذا الموقف غير المألوف على سنها الصغير، فهرعت إلى والدها لتخبره بهذه المصيبة. وتقول مديحة: عندما قلت له ما حدث نظر إلي في هدوء غريب وقال: لا تخافي، وإيه يعني؟ وكان رده الهادئ عليها في هذا الموقف بمثابة صدمة تعرضت لها، فكانت تتخيل أنه سيجري فزعا ويبكي، لكنه حتى لم يبدو عليه أنه تأثر للحظة. وهذه الحادثة ظلت عالقة في ذهنها لسنوات عديدة. تزوجت الفنانة مديحة سالم من شخص من خارج الوسط الفني، حيث تعرفت عليه أثناء العمل في فيلم أم العروسة، وقام زوجها بتوصيت الفنانة تحيا كاريوكا لخطبتها، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة بوسي صلاح المذيعة في البرنامج الأوروبي بالإذاعة المصرية. في شهر نوفمبر، وتحديدا في اليوم 20 من عام 2015، كانت مديحة سالم على موعد مع الرفيق الأعلى عن عمر يناهز 71 عاما، حيث توفيت بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة وبعض المشاكل الطبية في التنفس والرئة. ورغم حالتها الحرجة إلا أنها رفضت دخول المستشفى قائلة: عايزة أموت في بيتي، وأوصت أن تتلقى العلاج في بيتها، وأن تموت على سريرها، وأن يخرج جثمانها من بيتها. عزيزي المشاهد، وبعد استماعك لتقرير اليوم، أي من الأعمال الفنية تحبه أكثر للفنانة الراحلة؟ شاركنا برأيك.